طبعا احنا الان وصلنا المكان، بسم الله ما شاء الله، صوت المديح هيكد شغله حلوه يا جماعه، اشي حلو يعني، بسم الله ما شاء الله. خلينا هلقيت نروح نصور لكم اجواء المديح النبوي. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على سيدنا محمد. يعني للاسف احنا جايين بكميه قليله، يعني عدد الناس الموجوده هنا يعني هذا ما بيكفيها، تمام، ولكن احنا راح نعمل اللي علينا والباقي على رب العالمين. صل وسلم وبارك علينا، اللهم صل وسلم وبارك علينا، اللهم صل وسلم وبارك علي أمي، أم النبي خير الأنام، ثابت ما نم قالت كلام من ربه نور مولينا، يا بركة الله الأحد شافت منام قالت كلام من ربيده، يوم مولده يا بركة الليل الأحد، يا بركة الله تحمي وليد من الحسد، من شر حاسد الحسد يا عين حاسد، ما تقربي حبا وكرامة من نبي، حبا وكرامة تحمي وليد من الحاسد، تحمي وليد من الحاسد، تحمي وليد من الحاسد، من شر حاسد إن حاسد، يعني حاسد ما تقربي، حبا وكرامة للنبي، حبا وكرامة. قالوا يا أيها الثاني عشر من الربيع المنتظر، شرفت الغريب الحبيب محمد خير البشر، محمد خير البشر. أيها الثاني عشر من الربيع المنتظر، شرفت الغريب الحبيب محمد خير البشر، محمد خير البشر. كانت تأخر بالغ فيه لما المولى أمان بأجله ¡Gracias!
Yeah.
باسم أهلنا وأبناؤنا في مخيم أبو الحسين نشكر الأخ الناشط الشبابي ساهر السلطان على مساهمته المتواضعة في تقديم الحلوى بمناسبة المولد النبوي الشريف وعلى ما قدمه من مساعدات نقدية لسكان المخيم. بارك الله فيه وجزاه الله كل خير وألف شكر للأخ ساهر السلطان. لا شكر على واجب، لا شكر على واجب، شكر لله أولا ثم لأهل الخير ثانيا الذين يقدمون الغالي والنفيس من أجل أهلنا في غزة، من أجل الثكالة، من أجل الغلابة في غزة، غزة التي تمر في وضع لم تمر به من قبل. وكل الشكر لله أولا ثم لأهل الخير من الخارج الذين يقدمون بكل ما أتون. يعني أنا مر علي بعض الأخوات من الخارج باعوا ذهبهم من أجل أن يرسلوا ثمن هذا الذهب على غزة لمساعدة الناس الغلابة الموجودة في مخيمات الإيواء، مخيمات الألم والعذاب في غزة. طبعاً إحنا الآن طلعنا من المديح النبوي الشريف، بسم الله ما شاء الله، يعني شغلة للأمانة حاجة هيك بتشرح الصدر يا جماعة، إشي حلو المديح النبوي هذا، شغلة بتغير النفسية، بتريح الأعصاب، إشي بسم الله ما شاء الله. المهم إحنا كنا فايتين زي ما شفتم في بداية ما خشينا على المكان وكنا حاملين اللي هو الحلويات، فزي ما سمعتوني حكيت لكم إنه الحلويات هذه مش راح تكفي، فكنا خايفين انها مش راح تكفي، لا لا ما تقلق جعل، فكنا خايفين انها مش راح تكفي هذه الحلويات، ولكن سبحان الله ربنا دائما بيزيد البركه يا جماعه، هذه كرامات من ربنا الحمد لله، فالحمد لله هيك تبيضنا وجوهنا الحمد لله، والكل اخذ والكل انبسط. ايش اكلتوا يا اولاد، حلو ولا لسه؟ اكلتوا مبسوطين؟ يلا سلام. ماشي، طبعا احنا الان متواجدين في احد اماكن الايواء، تمام زي ما انتم شايفين. خلينا السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم، يعطيك العافية أستاذ. تفضل، هذه شغلة بسيطة بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. يسلم ايديك. حياك الله، حياك الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. العافية، كيف الحال؟ تفضل، هذه شغلة بسيطة بمناسبة ذكرى المولد النبوي. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. حياك الله. شكرا مبارك. السلام عليكم. وعليكم السلام. هذه شغلة بسيطة بمناسبة المولد النبوي. اللهم صل على سيدنا محمد. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام عليكم. العافية أستاذة، تفضلي. هذه شغلة بسيطة بمناسبة المولد النبوي الشريف. اللهم صل على سيدنا محمد. تفضلي يا أستاذة. يلا السلام عليكم. السلام عليكم. يعطيك العافية أستاذة، هذه شغلة بسيطة بمناسبة المولد النبوي. اللهم صل على سيدنا محمد. وأنتم بخير. وأنتم. السلام عليكم. السلام عليكم، يعطيك العافية أستاذة. يلا يا برد ديها. هذه شغلة بسيطة بمناسبة المولد النبوي الشريف. اللهم صل على سيدنا محمد. يلا السلام عليكم. السلام عليكم. تفضل يا عمو. تفضلوا 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 تفضلوا. الله الله، يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني يا عيني. بتوزعوا مع بعض هذول، طيب تدوهم لماما. يلا يلا امسك، يلا 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 امسك انت، ويلا ادي هنا، بتوزعوهم تاكلوهم مع بعض. ماشي، يلا باي باي.